دراسة السنان ورسمة الأسنان دي بتنم عن سلوكيات البني آدم اللي قدامنا. التشخيص السليم التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركين. بيهتم بأناقته، مفيش حد بيبقى أنيق وسنانه بايظة. هو مش شكل بس، انا عايز شكله وفانكشن وكل حاجه. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحه؟ الضب بسبب العض ده لازم جراحه. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. أهلا بكم. على فكرة تنظيف السنان ده شيء مهم جدا، الاهتمام والعناية بيها ده من زمان، من قديم الأزل. أنا بحب التاريخ، فاسمحوا لي شوية كده أكلمكم من وقت للتاني على التاريخ في فروع الطب المختلف. أول فرشة سنان اتعملت كان سنة 3500 قبل الميلاد، وده كان اللي عملها البابليين والله دي حاجة حلوة خالص، هل دي اللي اتعملت فعلا في الوقت ده والمصريين طبعا الفراعنة. كمان في عام 1600 قبل الميلاد الصينيين بدأوا يجيبوا أعواد المضغ ويستخدموها، طبعا دي عبارة عن أغصان معينة بتستخرج من أشجار عطرية بتدي رائحة جيدة للفم. الصينيين أول من عمل فرشات سنان حقيقية بقى أقرب إلى الوضع الحالي، واستخدموا فيها الشعر الخشن من الحيوانات، وكانوا بيربطوا الشعر ده على أعواد شجرة البامبو. التصميم الصيني انتقل لأوروبا، وبدل ما كانت تستخدم من حيوانات معينة لا استخدموا شعر الخيل، بدأوا يستخدموه ولأنه شعر الخيل أكثر نعومة. وبعدين بدأت في 1780 في إنجلترا تظهر الفرشة الأسنان الحديثة بقى اللي عملها كان ويليام أديس، وكانت مصنوعة من شعر الخنزير والعظام بتاعة الماشية. دي أول فرشة أسنان اتعملت. في سنة 1844 ظهرت أول فرشة أسنان بثلاث صفوف شعر اللي هي بقى أقرب حاجة للحديث، وقعدت فترة طويلة تتعمل فرشة أسنان من شعر الحيوانات لغاية لما جه ولس هيوم ده عمل أول فرشة سنان لها شعيرات مصنوعة من النايلون سنة 1938، وبدأت بقى تنتشر بمختلف الأشكال والأنواع والأثمان فرشات السنان اللي بتعمل تنظيف للسنان. لكن في ناس كتير قوي ما تعرفش فين فرشة السنان بتاعتهم. في ناس مش عارف تقول يعني دول صعبين قوي، يعني فرشة السنان لازم تستخدم الصبح وبالليل وبالليل قبل ما تنام كمان، والخيط أهم من فرشة السنان في رأيي. النهاردة هنتكلم على حاجات كتيرة يمكن ما بنتكلمش عنها كتير. النهاردة حلقتنا عنوانها ما بين المشهور والمسكوت عنه، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم الأسنان المبدع دائما في حواره الأستاذ دكتور كريم مكادي. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا دكتور. بحب التاريخ أنا. جدا جدا، تاريخ جميل. بيعرفنا الحضارات اللي فاتت، وده اللي بيعلمنا هنعمل إيه قدام عشان نطور الكلام ده. والناس بتاع زمان كانوا مهتمين بس جدا جدا أوي. وده بيبين لنا قد إيه هم بيهتموا بالنظافة عامة، لأن الاهتمام بالفم والأسنان دي الستارت بتاعة الاهتمام بالهيجين عامة. اللي ما يهتمش بسنانه مش هتلاقيه مهتم بحاجة، بأي حاجة خالص. خالص ده حقيقي. عايز أقول لك إن عنوان النهاردة دايما حاجات مش مطروقة قوي، ما حدش بيتكلم عنها كتير، وهبدأ باللثة. اللثة الناس ما بتهتمش بيها. الابتسامة اللثوية في ناس كتير مش فاهمها. الابتسامة اللثوية هي إن اللثة تظهر في أثناء الضحكة أكتر من 3 مللي. هي المفروض الطبيعي الرينج الطبيعي بتاعها من 0 ل 3 مللي. فاحنا لما بتظهر اكتر من كده دي بنسميها الضحكه اللثويه. بيبدا اسبابها كتير جدا، ليها كذا سبب. اول حاجه يا اما ان العضله بتاعت الشفه نفسها بتترفع زياده اثناء الضحك، يا اما ان احنا عندنا حجم اللثه
بيكون مغطي جزء كمان من الاسنان بيكون طويل شويه، يا اما اللثه وعظام الفك كلهم نازلين زياده عن اللزوم. تمام. طيب كل واحده ليها طريقه العلاج بتاعتها المثلى. يعني لو انا عندي اللثه نازله على الاسنان وطويله شويه، ممكن بعلاج ليزر بسيط جدا نقدر ندخلها في الرينج الطبيعي اللي هو من 0 ل 3. اوكي. لو عندنا الشفه بتترفع بشكل كبير جدا، ده احنا بنعمل جراحه بسيطه ان احنا نثبت الشفه على مستوى اقل شويه ونخيطها في المكان ده، فبعد كده ما تطلعش اثناء الضحك مره ثانيه. دلوقتي البوتوكس تدخل في الموضوع، بس ده بيبقى حاجه تمبري، يعني ممكن المريض يبدا الاول يشوف شكله لما الضحكه اللثويه تنتهي هيبقى شكلها عامل ازاي، بنحقن بوتوكس في حتت معينه، فلما يضحك المريض ما تترفعش الشفه جامد فما يتبانش الضحكه اللثويه بتاعتنا. ايه اللي يخلي الابتسامه اللثويه تتكون؟ لا دي حاجه، دي فاريشنز طبيعيه. حاجه فاريشنز طبيعيه ممكن تبقى وراثيه، وفاريشنز بتحصل من حد للتاني. ازاي بقى نبدا نتعامل معاها؟ نبدا نتعامل معاها ان هي طبعا بتبقى مضايقه الشخص اللي عنده الضحكه اللثويه في الضحك، ان هو بيبقى مش عارف يضحك كويس، مش عارف يعني مش عارف يتعامل معاها، فبيبدا يروح للدكتور اللي بيشخصها اللي هي يلاقيها اكتر من 3 مللي ويبدا يتعامل معاها. زي ما احنا شايفين هنا، دي هنا عملنا عمليه جراحيه بسيطه جدا، دي اخذت حوالي ربع ساعه. حضرتك لو شايف الفيستيبيول اللي هي مكان اللي تحت الشفه العلويه هتلاقيه عالي قوي في الناحيه الشمال المريض، اوكي. اما بالناحيه الثانيه هنلاقي ان احنا سحبناها بعمليه جراحيه وثبتناها على مستوى اقل، فالمريض بعد كده بقى بيضحك من غير ما اللثه بتاعته بتبان، فشكلها احسن كتير جدا وما خدتش وقت ولا مجهود ولا تعب. هنا احنا عندنا الموضوع ده كان في كذا حاجه، الموضوع ده في هايبربليزيا بالظبط كده اهو. احنا عندنا اضطرينا ان احنا نشيل جزء من اللثه ونشيل جزء من العظام اللثه، فبدات الاسنان كبيره جدا، فبدانا نجمل الاسنان نفسها، اخذنا لها مقاساتها، دخلنا على الدي اس دي اللي هو ديجيتال سمايل ديزاين، بدانا نصمم شكل الابتسامه ان احنا بعد كده نركب عليها تركيبات ثابته نرجع بيها شكل السنين ما تبقاش حجمها كبير. فبعد كده وصلنا من النتيجه اللي فوق للنتيجه اللي تحت. طبعا يعني هنا يعني فرق كبير قوي، يعني فرق كبير، فرق مذهل مذهل. يعني اتعمل فيها حاجات كتير قوي، كمان سحبنا الشفه العلويه ان هي بقت ما بتطلعش عن حته معينه بعمليه جراحيه صغيره. ثبتناها. فهي دلوقتي هي تحت بتضحك وشكل الضحكه كويسه قوي، بس الشفه مش عارفه تطلع اكتر من كده. فبالتالي بقى شكل المنظر اللي احنا قدامنا ده. التجاهل اللثه مثلا ده يعني انت بتشوفه؟ انا هقول لحضرتك فريكوينت الايه، يعني بتشوف متكرر؟ بنشوف القصه دي كتيره، والناس مش فاهمين حلها ايه، هم فاهمين ان الدنيا انا شكلي كده، مش عارفين ان احنا دلوقتي نقدر نصلح الكلام ده بطريقه بسيطه جدا زي ما احنا حكينا، سواء ليزر. على فكره ممكن بالليزر لو هي الرينج بتاعها مش عالي يا دوبك بنرفعها بالليزر وتبقى الدنيا كويسه جدا. الليزر بيشتغل بس في حالات تحتاج جراحه، زي الحاله اللي هي الاولانيه اللي احنا وريناها لحضرتك، دي كانت بتترفع بزياده فمستحيل الليزر يجيب كل ده، فبنضطر ان احنا نثبتها على مستوى اقل من كده. في عندكم في طب الاسنان في كلمه خطه علاجيه، دي زي ما تقول كده يعني ايه اكبر يافطه بتتحط؟ اهم حاجه في الخطه العلاجيه جود دايجنوزز از جود بروجنوزز، يعني عملنا دايجنوزز شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج او للعلاج المظبوط. طيب ستارت التشخيص الجيد دلوقتي التكنولوجيا وصلتنا لحاجات كتير جدا زي الاشعه المقطعيه اللي هي الستارت بتاعت التشخيص. احنا عندنا التشخيص عباره عن كلينيكال، احنا بنبص بس عينينا ما تقدرش تخش تخترق العظم اللي موجود، ما تقدرش تخش تشوف جوه الاسنان دي في ايه. فعملوا الاشعه ثلاثيه الابعاد او الاشعه المقطعيه، دي اللي بتقدر نقطع بيها الفك من قدام لورا او من تحت لفوق او كروس سكشن كده اهو، فبنقدر نمسك كل حته نكشف عليها لوحدها، نعرف الحته دي ده احنا عندنا في تسوس هنا، ده احنا عندنا العظم هنا في مشكله، كيس دهني ظهر، في خراج مزمن ظهر، هل نقدر نزرع في الحته اللي اتخلعت دي ولا لا؟ طب احنا دلوقتي في عندنا تسوسات بتظهر تحت اللثه، دي ما تبانش بالدايجنوزس العادي، لا بتبان بالاشعه المقطعيه. هنا في الاشعه فيديو الاشعه المقطعيه ده احنا بنستخدم الاشعه المقطعيه عشان نحدد مقاسات العظم والكثافه بتاعته، يعني نحدد طوله وعرضه وسمكه وكثافته عشان نختار الزرعه المظبوطه ونحطها في المكان المظبوط. وبعد كده الدنيا تطورت اكتر من كده ان احنا بقينا بنربطه بالسيرك، فبنقدر نخلي ان هو في نعمل ديزاين يقول لنا لو احنا حطينا الزرعيه في المكان الفلاني هتدينا في الاخر شكل السنه الفلانيه، وده احسن مكان عشان يطلع لنا ضحكه مظبوطه. يبقى عملت كل حاجه صح، كل حاجه دي التكنولوجي.
الخطه العلاجيه اذا كلمه مهمه الناس فاهمها، دي اهم حاجه. التريتمنت بلان برضه الناس فاهمها ولا لسه؟ لا، احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان المريض بيبقى عارف عندي وجع، يعني عندي تسوس، هيروح للدكتور بيقول له احشيلي الضرس الفلاني عشان بيوجعني، مش فاهم ان هو المفروض الدكتور يكشف على الفم عامه، لان ممكن تبقى حاجه مأثره على حاجه تانية، ويبدا يعمل خطه، احنا هنبدا نعالج كذا الاول عشان كذا بيأثر على كذا، ونبدا واحده واحده لحد ما نوصل للبروجنوزز المظبوط. ايه الخطه العلاجيه في الزراعه؟ الخطه العلاجيه اول حاجه المريض لما بيجي بنبدا نعرف الميديكال هيستوري بتاعته، نبدا نتكلم معاه، انت عندك ضغط، سكر، قلب، اي مشاكل صحيه. اي نعم، دلوقتي التكنولوجي في صناعه الزراعات تطورت بشكل كبير جدا، ان هي بقت تقدر تقف قدام امراض كتير، يعني لسته الامراض اللي احنا ما كناش بنزرع معاها زمان قلت جدا دلوقتي. فبنبدا نعرف الميديكال هيستوري بتاعته، لان هو لو دايابيتك ان كنترولد، لو هو بيعدي ارقام كبيره في الدايابيتس، يعني السكر، لو عنده سكر مش منتظم، بنضطر ساعتها ان هو هنخليه ينتظم الاول وبعد كده نعالجه عشان نعرف الزراعيه دي تنجح. اوكي، فبنبدا نشوف الميديكال هيستوري بتاعته، بعد كده بنعمل له اشعه مقطعيه عشان نعرف طول وعرض وسمك العظم قد ايه. بعد ما نعمل اشعه مقطعيه ونطمن ان كل حاجه مظبوطه، هل العظم بتاعه كفايه ان احنا نحط فيه زراعات ولا محتاجين نحط عليه نزرع عليه عظم، هل في قريب من الجيوب الانفيه محتاجين نرفع الجيوب الانفيه ولا الدنيا كويسه، هل قريب من نيرفز او اي فايتلز عشان خاطر هتضايقنا في الزراعه هنبوظ اي حاجه تانية. بعد كده بتبدا عمليه الزراعه. هنا احنا عندنا دلوقتي الزراعه تطورت بشكل كبير جدا، بقينا في وقت صغير جدا، يعني الزراعيه بتاخد من 5 لـ 8 دقايق، بنحط الزراعيه بنفتح فتحه صغيره خالص ما تتعداش الملي، بنبدا نشتغل منها زي ما احنا شايفين، هو ما فيش اي مشرط فتح الحته، احنا يا دوبك بندخل الدريلز كلها من الفتحه الملي بتاعتنا وبنحط الزراعيه بتاعتنا. هنا احنا حطينا طربوش مؤقت على الزراعيه عشان المريض يخرج في نفس الجلسه بالسنه بتاعته. فالدنيا في عالم الزراعه تطورت بشكل كبير جدا، بقى المريض ممكن يبقى داخل من غير سنه، يخرج بسنه في نفس القعده. يخرج بسنه في نفس الجلسه. نفس الجلسه. يعني بالظبط. شيء رائع. لكن خلينا اقول السيتويشن بقى، ما ساعات الزراعه ما بتبقى حواليها سيتويشن. الدنيا مش جنه على طول. مش جنه على طول. مش جنه على طول. مثلا الزراعه في انسان عنده سكر، بيقف قدامها شويه. نقف قدامها لحد ما نشوف هو سكره ده وضعه ايه، سكر التراكمي بتاعه فين، الدنيا ماشيه ازاي، عشان نبدا عمليه الزراعه. لكن مريض السكر المنتظم هو ده زي اي بني ادم عادي او زي اي انسان، التعامل معاه في موضوع الزراعه ما فيهوش اي مشاكل خالص. نيجي للناس اللي عندها مثلا فقد الكميه كبيره من السنان، ما فيش سنان مثلا فوق او تحت، دي من المشاكل اللي بتواجه الصحراء. دي الصحراء دي في ناس كتير جدا اللي هي ما كانش عندهم ثقافه زراعة الأسنان قبل كده، سابوا نفسهم بعد ما خلعوا السنان كلها، سابوا نفسهم فترة طويلة بالأطقم المتحركة. الأطقم المتحركة دي مشكلة كبيرة جدا يا دكتور أيمن. خلي بالك، لو هي جزئية فهي بتبقى ماسكة في أسنان بمشابك، طول ما المريض بياكل هي عمالة تلخلخ في الأسنان بتاعتها، عمالة تاكل في العظم اللي تحتيها. زي الحالة اللي قدامنا دي، ده قعد فترة طويلة من غير أسنان بأطقم متحركة، جالنا لقينا إن كمية العظم اللي موجودة أقل من اللي احنا نقدر نزرع فيها. يعني خلي بالك يا دكتور ايمن، احنا عشان نحط زراعيه وتنجح لازم يبقى عندنا ملي من كل جنب من جوانب الزراعيه عشان تقدر تمسك نفسها. ما لقيناش الملي، اقل زراعيه عندنا 2.7 ارفع زراعيه، تمام، 2.7 من الملي، فانت كده محتاج 4.7 من الملي عظم عشان تحط فيها الزراعيه دي. تمام، ما عنديش الكلام ده. بنبدا نعمل ايه؟ ناخدها يا اما يكون في حته فيها المقاس ده وبقيه الحتت ما فيهاش المقاس ده، فدي ساعتها بنحط الزراعيه ونحط معاها عظم ونسيبهم فتره كل الكلام ده يمسك مع بعضيه. يا اما ناخد ستيج 1، احنا اول حاجه هنزرع عظم، نزرع عظم عشان نعمل الميديا او البيئه او التربه اللي احنا هنزرع فيها، نحضرها للزراعه، نبدا نرفع الجيوب الانفيه لان اكيد العظم اللي تحت الجيوب الانفيه كش، فهنضطر نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم تحتيها ونسيب المريض من 4-5 شهور لحد ما العظم ده يمسك نفسه. بعد كده بيجي لنا نبدا عمليه الزراعه الطبيعيه، نبدا نحط الزراعات بتاعتنا، الفك الفاضي خالص بنحط له من 4 لـ 8 زراعات، عاده بنحط 6 زراعات زي ما احنا شايفين هنا. الحاله دي غير الحاله الاولانيه، دي كان مشكله فيها ان هي العظم مش موجود تقريبا، فدي دي 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 زرعنا فيها عظم في الاول ورفعنا لها جيوب الانفيه عشان نعرف نحط الزراعات. ده منظر الزراعات بعد ما اتركبت،
الزراعية عبارة عن جسم وراس. احنا بنسيب الجسم جوه العظم الاول وبعد كده بنركب الراس ساعة التحميل ودي الاسنان بتاعتها بعد ما حملت. القصة دي اخدت منها 6 شهور. اخدت 6 شهور؟ بس احنا عادة الزراعات بقى دلوقتي الوقت بتاعها اقل، بس هي دي الكيس دي عشان ما فيش عظم تماما. الحاله اللي فاتت دي لفت على ناس كتير ومش عايزين يزرعوا لها عشان عارفين الفيلير عالي. هنا في الحاله دي كان في مشكله عندها، ده عمل حادثه، هو مش من مصر، هو من بره مصر، عمل حادثه كان التشخيص بتاعه مش بالاشعه المقطعيه، كان بالاشعه 2 دي عاديه اللي هي ثنائيه الابعاد. لقوا ان العظم بتاعه كويس بس السنان بتتحرك، فبداوا يثبتوا الاسنان دي بسلك. خلي بالك يا دكتور ايمن، لو احنا شلنا سنه، لو سنه وقعت بقى نتيجه خبطه او حاجه، لو رجعناها مكانها وثبتناها هتثبت. فهم بداوا يثبتوا له الاسنان ده. المهم هو فضل بالام فتره طويله لمده سنه وهو مش عارف ليه، يروح يقولوا له لا انت ما عندكش حاجه. لما جالنا عملنا له اشعه مقطعيه اكتشفنا ان في كسر في العظمه اللي ماسكه السنان الاماميه دي كلها. الكسر ده بدا يكون انسجه في اللاين بتاع الكسر نفسه. فاضطرينا ان احنا نفتح وننظف الانسجه دي كويس قوي ونزرع عظم مع العظم اللي موجود ونثبته بشرايح ومسامير، وحطينا الزرعات بتاعتنا في العظم بتاعه. وبعد كده ده المنظر ده بعد 2.5 شهر تقريبا، وقدرنا في الاخر يبقى باسنانه زي ما احنا شايفين كده. كل قصه ليها يعني زي ما يقولوا طريق، ليها قصه، ليها مشاكل، ليها كل قصه تحدي جديد. كل قصه انت بتقابل ده صعوبه خاصه بالظبط. احنا معظم الناس اللي بتجيلنا بعد ما بتيأس، اللي هي بتبقى لفت، هي مش لاقيه اي حل، فهي جايه ايه الحل اللي عندك؟ واحنا لازم نطلع الحل ده. ما هو ده مهم جدا. طب لو واحد جالك بقى سيتويشن معين عنده العظم قل وكمان اللثه كمان قلت قوي، فانت لما هتحط تزرع هنا بقى هتبقى سنه طويله قوي. هنا يجي بقى الكومباينيشن بتاعه الدي اس دي، فكره ان احنا زرعنا وعملنا سمايل ديزاين، فهنلاقي ساعتها ان الاسنان كبيره، فهنبدا نعمل له لثه صناعيه في التركيبه بتاعته عشان نرسم له لثه لما يضحك تبان شكلها هيلثي. وخلي بالك يا دكتور، هي دي بتحدد، حضرتك قصدك انها بتحدد الفيرتيكال دايمنشنز هنا اهو، اللي هي مناسبه للفك، اللي هي لو قلت هتعمل لنا الرينكلز او هتعمل لنا تجاعيد هنا اهو. فاحنا بعد ما العظم قل وكش، بس احنا نجحنا ان احنا نحط الزرعات بتاعتنا في الوضع ده، احنا محتاجين نحافظ على الفيرتيكال دايمنشنز ده. فبنبدا نلاقي المسافه كبيره قوي، لو حطينا اسنان بس كده اهو نلاقي حجم سنه كبير. هنعمل ايه؟ فبنبدا نعمل جزء في التركيبه بتاعتنا من فوق بيبقى لثه ما يبانش خالص، ما فيش حد عارف ان دي لثه صناعيه غير احنا والمريض بتاعنا، ونبدا نرسم له رصه السنين الايديال اللي هو عايز يوصل لها، اللي احنا شايفينها جماليا شكلها تبقى لايقه عليه، اللي هي متصممه على شكله وشخصيته وعلى جنسه والكلام ده كله، ويخرج في الاخر عندنا شكله زي الفل. برضو دي بقت حاجه كومن جدا. لان احنا طبيعي خلعنا فتره طويله، الناس بتوع زمان بالذات ما كانش فيه فكره الزراعه دي ولا منتشره، فما كانوش كان العظم بيكش بيجولنا وهم رايحين الدنيا خالص عندهم. فبقى كومن بالنسبه لنا ان احنا نعوض الفيرتيكال دايمنشنز بالطريقه دي. دي حاجه بقت كومن جدا. حلو قوي. لو جالك عيان مثلا زي هنا، هنا يا دكتور ايمن بدون قطع كلام، زي ما احنا شايفين اللثه اللي موجوده تحت دي كلها دي مش صناعية. مش اللثه بتاعته دي، الحاله اللي احنا دي اللي احنا عاملينها. دي لثه صناعيه بالظبط كده، عشان خلي بالكم دي لثه صناعيه. اسمها ايه انت قلت لي من شويه؟ اللي هي دي اس دي حاجه كده، دي اس دي ده ديجيتال سمايل ديزاين، ده اللي احنا بنعمل عليه الديزاين بتاع الاسنان عامه. لكن هنا دي اللثه الصناعيه، احنا لما عملنا ديزاين لقينا ان حجم الاسنان هيبقى مش طبيعي. الله. فاحنا محتاجين نكمل اللثة اللي ناقصه. ايوه. فبنبدا نحط له اللثة دي ونرسمها له بالشكل الايديال، ونحط له اسنان بالشكل الايديال زي ما احنا شايفين. محدش ياخد باله قوي انها خالص. حضرتك يعني لو حضرتك ركزت قوي، احنا مفتحين الدنيا، هتجيبها بالعافيه عشان احنا مفتحين، لكن هو بيتكلم عادي مفيش اي حاجه، محدش واخد باله خالص. بس مهم قوي ان السنه ما تبانش طويله قوي وتبان طبيعيه. بالزبط. في فروقات لثه باينه. احنا بندور اول حاجه علاج، واحنا بندور على الطبيعيه. احنا مش عايزين حد يعرف ان انت عامل حاجه، انت ما عندكش سنان خالص، احنا وصلناك ان انت بقى عندك سنان، بس مش لازم اي حد يعرف ان انت عملت اي حاجه في سنانك. عشان كده حصل تطور وطفره كبيره قوي في التركيبات الثابته. حضرتك لو لاحظت هتلاقي ان في تركيبه تبص عليها كده ممكن تبقى الوانها عاديه جدا ومفيش مشاكل، بس دي فيها حاجه مش طبيعيه. اي تركيبه جواها ميتال بتقفل الضوء. سبحان الله السنه بتاعتنا الطبيعيه ترانسلوسنت، فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء، بينما لو حاجه جواها ميتال بتقفل
الضوء بتفتقر للطبيعي. عشان كده دلوقتي بقللنا قوي استخدام البورسلين بتاع زمان وبقينا نستخدم الزيركونيوم. الزيركونيوم اللي هو عنده الترانسلوسنسي بتاعت السنه الطبيعيه. وبعد كده الدنيا لما تطورت شويه وصلنا لحاجه اسمها زيركونيوم مالتي لاير. المالتي لاير ده بيبقى عباره ان هو متعدد الطبقات. لو حضرتك بصيت في المرايه على السنه الطبيعيه هتلاقي ان هي قريب من اللسة اغمق من الاطراف. هتلاقي ان هي قريب من اللسة معتمه اكتر من الاطراف. الاطراف فيها الشفافيه اعلى. عملوا بلوك دلوقتي بين طبقات متعدده كل واحده ليها لونها وليها الشفافيه بتاعتها عشان تدينا تدريجه الالوان دي. السنه اللي بتطلع من البلوكيه دي دكتور السنان نفسه ما يقدرش يعرف ان دي مش طبيعيه الا لما يقعد المريض ويكتشفها بالعافيه. يعني يقعده على كرسي كشف ويبدا يكشف بالادوات بتاعته وبيكتشفها كمان بالعافيه لان هي شكلها طبيعي جدا. عايز اقف قدام نقطه. واحد جالك عنده سنه مفقوده كويس، فانت بتكلمه على الزراعه، هو سمع التركيبات، في حوار عقلي جوه دماغه ما بين التركيبات والزراعه، هل هو صراع؟ هل في حاجه احسن من حاجه ولا كل واحد يناسبه ايه؟ هي وحده وتضامن يوصلنا لاحسن نتيجه. حلوه وحده وتضامن طبعا. هي التركيبه لوحدها، يعني فكره ان احنا بنبرد سنان طبيعيه عشان نعمل تركيبه الاسنان دي دلوقتي ما بقتش مستخدمه قوي لان احنا حرام نبوظ التو ستراكشر بتاعت ربنا. لكن احنا بنستخدم التركيبات في حاله احنا دلوقتي عندنا سنه واحده اتخلعت، هنحط الزراعيه لازم هنركب فيها الطربوش بتاعها اللي بيدينا شكل السنه. طب لو انا عندي ما فيش اسنان خالص، هل انا هزرع كل سنه لوحدها؟ هل انا محتاج ان انا ازرع 16 سنه فوق 16 سنه وضرس فوق و16 سنه وضرس تحت؟ صعب ساعتها العظم. لا طبيعي ما ينفعش العظم هيفلق مننا. هي نفس فكره لو خشبه دقينا كذا مسمار جنب بعض هتبوظ الخشبه. فاحنا بنزرع من 4 لـ8 زراعات ونبدا نوصلهم ببعض بالتركيبات الثابته اللي هو محتار ما بينهم دي. هي تركيبات ثابته بتكمل لي الشغل بتاعي مش بيتعارضوا مع بعض. يعني التركيبات الثابته تكمل عمل الزراعة. عمل الزراعه ولا تتعارض معاها. لكن لو سنه واحده تفضل لها زراعه ولا تركيبه؟ لا بنحط الزراعيه ونحط عليها الطربوش اللي هو التركيبه ثابته برضه. ما انا فاهم. لكن افضل من البريدج طبعا. افضل من طبعا. لان احنا عندنا البريدجز دي اول حاجه العظم اللي تحت السنه اللي اتخلع دي بيبدا يكش. فاحنا عملنا البريدج ده او في الاول اول ما عملناه كان اكيرت جدا ومفيد جدا وما بيدخلش اكل ولا اي مشاكل. العظم كش من تحتيه هيبدا يعمل لنا مارجنز تحتيه تدخل الاكل هتسوس السنان اللي جنبيها فهتبوظ السنتين الموجوده. في الحاله دي زي ما احنا شايفين دي بنوته كانت خطوبتها تاني يوم حصل لها مشكله كسرت لها السنه بتاعتها. كسرت قبل الخطوبه؟ بيوم. ده بيبقى حسب بقى وحاجات كتير قوي. فجت لنا هنعمل ايه؟ بالظبط هنعمل ايه؟ بالظبط ايوه عكوزات. فاحنا هنعمل ايه فيها؟ حطينا زرعيه مكان السنه المكسوره وحطينا لها طربوش. هي خرجت بعد ساعتين من عندنا باسنانها زي ما احنا شايفين على الصوره الناحيه الشمال. حملت تحميل لان هنا كان في عندنا جدر. فكره التحميل الفوري والتحميل اللي هو الديليد ده بيبقى حسب الكيس. لو احسن حاجه طبعا في الدنيا ان احنا نخلع ونحط الزراعيه مكانها لان لسه بيبقى فيه الدم غني بعناصر النمو والشفاء. فاحنا بنقدر نحمل عليها بس بنعمل لها يعني بريكوشنز معينه ان احنا نقدر نحافظ على الزراعيه دي لحد ما العظم يمسك كويس فيها. كمان احنا ممكن بنحمل ساعات فوري في الحالات اللي هي العظم بتاعها يعني كويس، يعني عندي سمك عظم كويس، طول عظم كويس، كثافه عظم كويسه. كل ده بيترجم عندي ان احنا واحنا بنحط الزراعيه في الانيشال ستابيليتي في الثبات الاولي بتاعها بيبقى عندنا تورك عالي جدا. ففي الحاله دي بنقدر ان احنا نحمل على الاسنان فوري من غير اي مشاكل والمريض بيعيش بيها زي الفل. هنا في الحاله دي تنطبق عليها الكلام اللي انت قلته. احنا في الحاله دي بالذات لا احنا هنا استخدمنا الزراعات المايله عشان نبعد عن اعصاب الفك السفلي. دي اول مره نشرح بقى الزراعات فكره المايلة. الزراعات المايله هي ايه؟ الزراعيه المايله احنا زمان لما كان العظم الفك السفلي بيكش بيبدا الاعصاب اللي هي بتاعت الفك بتطلع لفوق. ما هو العظم اللي فوقيها قل. طب احنا هنعمل ايه؟ بدانا عملوا الزراعات بتتحط بشكل مائل بزاويه معينه، الراس بتاعتها بتبقى واخده انجل معينه تطلع لنا السنه في المكان اللي احنا عايزينه بالظبط مش بميول. فقدرنا ان احنا اكننا كده ايه حوادنا حوالين العصب وحطينا الزراعيه بتاعتنا وطلعناها في نفس المكان اللي احنا عايزينه. دي الزرعه المايله. دي زرعه مايله دي. دي من الـ من الـ من التكنيكس الحديثه ومن التكنولوجي الحديثه الموجوده. احنا الحاله دي تحميل فوري. ده احنا عندنا عظم كويس قوي
كثافة بتاعته كويسة قوي. هو ليه خلع أسنانه؟ هو كانت سنانه نفسها الجذور نفسها كانت موجودة، فاحنا خلعناها له وبدأنا نزرع له الأسنان دي، فهو حجم العظم لسه موجود، ما كشش يعني ما قعدش فترة طويلة ولسه من غير أسنان، فخلى العظم يحافظ على حجمه، فقدرنا إن احنا نحط له الزراعات بتاعته، حطينا له 6 فوق و6 تحت وحملنا عليها فوري. بس هنا المريض ده بنبدأ نقول له لازم في نصايح يبدأ يمشي عليها، إن هو بياكل سوفت فود لمدة شهرين، فهو أنت بالنسبة له لو مريض جه قال لك أنت هتأكلني سوفت فود لمدة شهرين هتقوم رادد هتقول له أنا مشيتك بدري بسنانك. فهو بيبدا يمشي، هو السوفت فود ان هو ياكل بطاطس رز وخضار، رز وخضار عادي خالص وشوربه، بس بقى ما ياكلش مكسرات، ما يكسرش لب مش عارف كده. ايه شهرين بعد كده ياكل قصب، انا ما عنديش مشكله. قصب قصب، هو القصب ما حدش بياكل قصب يعني عادي يعني. لا بتعمل في السوبر ماركت دلوقتي بيبقى حتت صغيره كده. والله هروح اجيبه هنا. الحاله دي مثلا الحاله دي كانت برده تحميل فوري، كان العظم فيها كويس جدا وحملنا فيها فوري، دي في خلال اسبوع كانت ماشيه باسنانها ما فيش اي مشاكل واسنانها ثابته وزي الفل ما فيش اي مشاكل. طبعا الحاجات دي كلها احنا بنعمل عليها فولو اب. لما المريض بتاعنا عامه اي حد في الدنيا لازم يزور دكتور السنان مره لكل 6 شهور، وبره يعني بيقولوا كل 4 شهور، بس احنا هنا بنسهل على الناس. فهو كل 6 شهور لما بيجي لنا بنبدا نعمل اكس رايز ونطمن على الشغل وكل حاجه تمام عشان خاطر ما نفاجئش باي حاجه. فدي اتعمل لها فولو اب كتير جدا، ما شاء الله بقى في عظم تكون حوالين الزراعات بشكل عالي جدا وهي بقت زي الفل. دي برضو من الحالات الصعبه دي يعني. دي الحاله دي السن هنا متقدم برضو، سننا متقدم قوي، دي عندها في حدود 75 سنه وكان العظم بتاعها بتاع الفكين كان كاشش قوي. دي اخذت المراحل اللي احنا بنقول عليها، دي زرعنا لها عظم في الاول وبعد كده بدانا نحط زراعات في العظم ده، بعد 4 شهور كان العظم مسك نفسه شويه وبعدين بدانا نركب لها التركيبات الثابته بتاعتها ووصلت للشكل اللي احنا شايفينه ده. بتاخد وقت قد ايه في العلاج؟ في الاول اخذت 4 شهور عشان خاطر العظم يمسك نفسه، وبعدين اخذنا، اصل احنا هنا بنبدا من ما فيش، فاحنا بنزرع في العظم بتاعنا مش في عظم المريض. فدي اخذت 4 شهور، في 4 شهور هنا دي ده تحميل فوري. الحاله دي اتحملت فوري زي ما حضرتك شايف، ما شاء الله العظم باين حتى في الصوره تحت، كثافته كويسه لا وعرضه كويس وكثافته كويسه في الاكس راي وطوله وعرضه وسمكه، بس حتى بالنظر حضرتك بص هتلاقي ان العظم شكله يعني كويس. فبدأنا نحط الزراعات فيه وثبتنا، وطبعا عملنا له التركيبة بتاعته، بعد 2 أو 3 أيام رجع بسنانه والدنيا زي كويسة جدا دلوقتي. تسعتين النهاردة برحلة الزراعة دكتور أيمن، من حق أي حد يفضل بسنانه لحد آخر يوم طبعا فهم. وخلي بالك يا دكتور أيمن أن التركيبات المتحركة بتغطي السنسورز بتاعة الاستطعام فالمريض طول ما هو بياكل، التركيبات المتحركة دي مشكلة سيئة لا مشكلة، فاحنا مشكلة كمان إن لو هو بقى حد يعني لسه أكتف شوية في شغله وبيروح وبيجي وبتاع، التركيبة تتحرك وبيتكلم وطبيعي هيحصل كده ان هي بتوسع لان العظم بيكش فممكن هو يتحرك جدا، والناس دي بتبقى حساسه جدا يعني ربنا يتحرك. وفي انسانيات بتظهر في القصص دي على فكره يعني بتلاقي حد يعني 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 بيحكي لك قصه مؤثره ان هو كان قاعد مثلا مع حما ابنه بيتكلم في حاجه معينه فقامت التركيبه مش عارف حصل لها ايه واتكسرت، فتسمع القصص اللي هو بيحرك. والناس على فكره كل ما الواحد يتقدم في السن كل ما بيبقى اكثر حساسيه طبعا يعني طبعًا. يعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي مهمه طبعًا. جدا وانت انسان انت مهتم بابوك وامك، انت مش انسان انت مش مهتم، انت صح. مش ده حقيقي انسان. ودي يعني يعني انيمال، انت حد تاني خالص صح. انت صح. حتى الانيمال احسن الذئاب بتهتم جدا بالاب والام ده حقيقي بنشوفها كتير جدا، حد جايب والدته يقول لي خليها لي تاكل مره تانية بسنانها هي متعذبه لو سمحت خليها كويسه. انت نورتني النهارده وسعدتني في رحله الزراعه النهارده، احنا عشنا مع الزراعه رغم ان احنا وخدنا اجزاء معينه ما بين بقى السكر والزراعه ما بين اللثه اللي متاكله خالص هركبها ازاي مش عارف التحميله المايله او الزرعه المايله دي برضو من الحاجات المهمه قوي، خدنا حاجات مش متعارف على ذكرها كتير لكن خدناها كلها ورا بعضها. ابدعت يا دكتور كريم، ربنا يكرمك كالعاده، مبدع الاسم المتميز، الاضافه الرائعه لينا في عالم الأسنان، الاسم الرائع في أداء وفهم وتعايش مع مشاكل طب الأسنان، مهم جدا في دكتور الأسنان يكون متعايش مع حالات طب الأسنان، يكون متعايش مع علم طب الأسنان. وده ملاحظه أنا أنه كتير بيتقال born to be a dentist، ولد لكي يكون طبيب أسنان،
فده فعلا احنا بنشوفه بشكل واضح جدا لما بلتقي مع ضيفي العزيز استاذ دكتور كريم مكادي في الناس الحلوه. خليكم معنا. سلام. الانجاب عمليه معقده، والعلم كله دلوقتي مركز جدا ان هو يشوف ايه اللي ممكن ياثر على هذه العمليه المعقده جدا جدا. زوج وزوجة جم حاولوا أكتر من مرة محاولة حقن مجهري وفشلت، هم ماسكين فيك الأمل ليهم إن أنت تعديهم من المرحلة دي. فشل أكتر من مرة، دي فشلت 3-4 مرات 5 مرات، كلمة خوف بتدي انطباع للست وللراجل وللي حواليهم إنه مفيش أمل. طالما ربنا مدي للست مبيض قادر يطلع بويضات، ومدي للزوج قادر يطلع حيوانات منوية ونحصل منه على حيوانات منوية، بنقول لهم دايما في أمل. البيت اللي فيه إضاءات أوفر، فيه إضاءات قوية وغريبة ومش معمولة صح، تؤثر على فرص الإنجاب. إحنا بنبقى شايفينه في ساعتها بنقول ده شر، بس ربنا عالم إنه خير ليك، ده أنا ما خليتش يجي لك عيل فيه تشوهات. فشل متكرر للحقن المجهري، دي كلمة أولاً على الودن تقيلة، على طبعاً على الزوجين دي صاعقة.